من وزارة الخارجية والمغتربين، وبعد لقائه الوزير عدنان منصور، طلب السفير السوري علي عبد الكريم علي المدير العام لقوى الأمن الداخلي بتقديم دليل عن الكلام الذي نقل عنه بشأن السفارة السورية وخطف القيادي السوري السابق شبل العيسمي إن كان الدليل موجودا. هذه المواقف كانت مستغربة، خاصة أن ما يجمع البلدين من مواثيق ومعاهدات تحتم على الجهات المعنية ككل وخاصة الجهات الأمنية التنسيق والعمل على ضمان أمن البلدين وعدم استخدام أي بلد منصة للتحريض على البلد الآخر أو السماح لأعمال تخريبية أو تهريب سلاح، الأمر الذي تكرر باعترافات الأجهزة المعنية في هذا البلد العزيز. الأجهزة الأمنية اليوم تتهم السفارة السورية، هل تم التحقيق مع بعض عناصر في هذه السفارة ومن تتهم بالتحديد بداخل هذه السفارة؟ لا، السفارة هل يمكن لسفارة أن تقوم بعمل كهذا؟ هي تتهم عناصر أمنية لبنانية، ولكن هذه العناصر الأمنية اللبنانية نفت هذا، وبالعكس أنا بتقديري الأجهزة الأمنية والقيادات الأمنية كان يفترض أن تراجع التساهل الذي أوصل إلى عملية التسيب في قضايا كثيرة، في تشهير، في تصويب، في تحريض. علي أكد أنه رغم الضجيج الإعلامي المضلل فإن سوريا ستخرج أقوى، ما يخيب آمال البعض لأن رهاناتهم تصطدم بغير ما كانوا يتوقعون.